صباح الفل عليكم. النهاردة حبيت اعمل معاكم حاجة مختلفة خالص عن كل مرة، او اقدم لكم حاجة تانية مختلفة عن اللي احنا متعودين عليها في القناة. هنشوف مع بعض الترتيب العميق او ترتيب البيوت بس عند الاجانب مش عندنا. خلاص اعتقد كمان المفروض عندنا يبقى زي كده واكتر كمان. عجبني قوي حتة ان هي اول ما بتقوم بتشيل الملايات او الفرش بتاع السراير وبتعطر المراتب، تمام. احنا كنا متعودين كمان يعني نعرضها للشمس على قد ما نقدر. هي هتبدأ دلوقتي تجيب المنظفات بتاعتها وتجيب الحاجة اللي هتشتغل بيها، تمام، ونشوف هيبقى التنظيف ازاي او الترتيب. وهنشوف مع بعض كمان شوية منظمات حلوة قوي قوي عجبتني جدا ولفتت نظري، بتوفر في المساحة وبتدي شكل شيك قوي، غير بقى نظام الدواليب والتقفيلات بتاعتنا اللي احنا بنعملها والدواليب تبقى مكركبة والكلام ده كله. لا احنا هنشوف حاجة تانية خالص. المنظمات عامة بتدي مساحة اوسع وبتخلي الحاجة تبقى في ايدك سهلة ان انت تجيبيها بكل بساطة، كمان بتقرب لك الحاجه. يعني انت بتبقي ممكن انت زي ما بنقول واحنا انت مغمضه بتجيبي الحاجه. هي هنا بتورينا شويه المنظمات او المنظفات اللي هي هتشتغل بيها النهارده وهتنظف بيها البيت والمعطر والحاجات. الحاجات دي هي بتصرف شويه او مكلفه الى حد ما شويه، بس في حاجات تانية احنا ممكن نعملها برده مش هتكلفنا حاجه، بس هي مهمة قوي، بتفرق في ريحة البيت، في الحالة النفسية اصلا اللي احنا بنبقى عايشين فيها كلنا. يعني المنظمات او المعطر او الكلام ده كله دي حاجات مش استثنائية، بالعكس دي حاجات اساسية ولازم تبقى موجودة عندنا. والله انت مش قادرة تعملي او مش قادرة تجيبي كل المنظفات دي، تقدري تجيبي حاجات بسيطة في عند محل العطور، تمام. في عند محل العطور هتلاقي حاجات بريحة الياسمين، زيوت تقدر تضيفيها للمية تبقى حلوة قوي قوي قوي. انا شخصيا بحب ان انا اجيبها وفي نفس الوقت ما بستخدمش كده مواد كيماوية. هنبدأ بقى نشوف معاها هي بتعمل ايه. بتبدأ ترتب سراير الاولاد، بتغير الفرش والكفر بتاع المراتب، المخدات، تبدأ تحطها. طبعا اول حاجة في التنظيف عامة اول ما نيجي نبدأ بتسحبي الملايات كلها بتاعت السراير وبتبدأي تشغلي عليها في الغسالة، انت كده بتكسبي وقت. بصوا المنظمات اللي هي عاملاها فوق الغسالة حلوة قوي قوي قوي، الوانها مبهجة، اللون الابيض كمان عاطي وسع للمكان. وكمان بصوا كمان مستخدمة شوية ديكورات زي البرطمانات ديت، حاطة فيها حاجات اعشاب عطرية، تمام. بدأت تشغل على الغسيل بتاعها والتنظيم اللي هنا عجبني قوي قوي قوي. اللون الابيض للمطبخ عجبني، انا شخصيا ندمت ان انا ما خليتش المطبخ بتاعي ابيض، اعتقد كان هيدي مساحة اوسع بكتير. هو محتاج تنظيف، مع اني برضو الغامق انا عملته غامق، بس برضو للأسف برضو عايز تنظيف يومي وباستمرار، ده يعني يمكن عايز تنظيف كل ساعة. هي هنا ما شاء الله شغالة حلوة قوي، انا معجبة جدا 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 بتنظيفها بجد. يعني الحاجة فعلا جميلة وبتلمع، تنظيف بجد بيرفكت، تمام. بتشيل كيس الزبالة وتطلعه وتحط غيره. بصوا كمان حتى يعني عاملة كوفي كورنر حطاه، وحاطة كمان في الاكياس بتاعة الزبالة والكلام ده كله برده جميل. بتلمع كل جزء في الشقة. على فكرة احنا مفتقدين ان احنا نعمل شققنا كلها بالعفش بالموبيليا بالكلام ده كله ابيض. احنا فعلا الالوان دي لا للأسف فكرة فاشلة. الابيض بيدي وسع حلو قوي قوي للمكان، بهجة. هي مستخدمة تقريبا كل حاجة مستخدماها الابيض ومدخلة معها اللون الجري بسيط قوي ما شاء الله. بصوا بتجيب حتى الاحرف اللي تحت. طبعا الحاجات دي ما تخفاش علينا لان الحاجات دي بتعمل اوساخ كتير، احنا ما بناخدش بالنا منها. هي رجعت تكمل خلاص مليت الغساله. هي برضو الحته دي حلوه قوي يا جماعه، احنا لما نملى الغساله شويه وبعد ما نحط المسحوق بيدوب، غير لما نحط
الغسيل الاول وبعد كده نملى الغساله، فده بيخلي المسحوق بيفضل وسط الملايات او الهدوم بتاعتنا عامه. تبدا طبعا تنظف الازاز، هو كفايه المنظر اللي بره لوحده كفيل ان هو يفتح النفس بجد. ما شاء الله ونزلت كمان السلك بتاع الانموتال وبدات ان هي تنشفه كويس، تنظف الازاز وبعد كده تنشفه بالمناديل. رجعت السلك تاني، صراحه ممتازه فعلا. الترتيب بتاعها والتنظيف بتاعها رائع، مش حاجه على الوش بقى كده ومش مشكله اللي مستخبي هنا وهنا، لا بصوا بتلمع كمان. بصوا هنا ده النيش بتاعها يا جماعه على فكره، غير النيش اللي بيبقى عندنا خالص. طبعا هي دي حاجه دولاب بسيط كده، وكمان عامله واحد تاني صغير اللي هو طبعا عندنا احنا البوفيه اللي هو بيبقى 5 متر في 5 متر. جميل قوي قوي الالوان، اللون الابيض انا معجبه جدا 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 بيه والله. فعلا انا شخصيا مش عامله الوان كتير في شقتي، او عامله اللون الاغلب اللي هو الاوف وايت الفاتح قوي، بس لا بس الابيض فعلا لا يعلى عليه. هنا ده كرسي البيبي، طلعت الكراسي كلها بتاعت الترابيزة، حتى الترابيزة بتاعت الاكل كمان معمولة بشكل سيمبل وبسيط حلو قوي، مفيش بقى زحمة وكركبة وحاجة ان احنا نفضل بقى نشيل بقى السجاد. مفيش طبعا السجاد زي ما احنا شايفين، او بيبقى فيه قطعة بسيطة خالص غير اللي احنا بنعمله في شققنا وفي بيوتنا. احنا بننتحر بجد يعني، احنا فعلا في البيوت عندنا احنا بننتحر سجاد في كل سنتي، سجاده لازقه في سجاده وكلام، وسجاد تحت العفش وتحت الترابيزات والكلام ده كله. طبعا بيبقى بيخلي التنظيف حاجه متعبه ومرهقه جدا. بصوا هنا هي بكل بساطه بالمساحه اشتغلت وعملت بسرعه نظفت المكان تمام. طبعا هو الفيديو متسرع شويه، بس هي هو برده في الحقيقه بصوا هي ما شالتش حاجات كتير ولا نفضت بقى ولا كنست ولا عملت، لا الدنيا ابسط من كده خالص. بتعمل المطبخ بالمكنسه بتاعت المطبخ، طبعا هو الطبيعي ان انت بيبقى المطبخ المقشه بتاعته او المكنسه بتاعته غير اللي بتستخدميها بره في الريسبشن. احنا عامه في الشقه كلها بنستخدم المكنسه الكهربائيه، حتى لو ما عندكيش مكنسه كهرباء بتقدري بيكون دي ليها مقشه غير دي، يعني عشان المطبخ بيبقى فيه بعض الاوساخ حاجات الدهون، فالمفروض ان هي ما تطلعش بره المطبخ او ما توسخش الجزء اللي بره. هنا بقى بترجع تاني للتنظيف القوي جدا للحوض، انا معجبه والله جدا جدا بيها. بتنظف الحوض وبتمسحه كويس بتنشفه، ترجع بقى تفرش حته المشايه البسيطه خالص اللي هي حطاها تحت رجليها لو بتعمل اكل او حاجه تمام. هنا ده الدولاب بتاع المساحات والمقشات، بصوا بيتفتح بكل سهولة بيتطبق في بعضه فبالتالي ما بياخدش مساحة. تمسح الجزء ده، هتلمع بقى الأبواب والأقر. احنا لو خدنا بالنا تقريبا هي ده الباب اللي على الجنينة برا. تبدأ تلمع بقية الإزاز. هنا أوضة المعيشة أو الليفينج روم بتاعتهم، الألوان بسيطة جدا، مفيش زحمة مفيش كركبة، فبالتالي تنظيف بيبقى سهل. يعني أنا عاجبني الفكرة بتاعتها قوي، جميل بجد بجد. لا كل حاجة هنا بسيطة وسهلة. في كمان المكنسة البسيطة خالص ديت اللي هي بتشفط بيها الأنتريه، وكمان السلالم جميلة قوي. طبعا هي عاملة السلالم بتاعت البيت بتاعها، هو هناك طبعا اغلبهم بيبقى المكان بيبقى اللي هو فيلا المستقلة لوحدها، مفيش نظام اللي عندنا يعني الا نادر خلاص. فهي عاملة السلالم حاطة عليه طبعا موكيت او سجاد، فلازم تبقى فيه مكنسة صغيرة كده تعمل. المكنسة الكهرباء اللي هي اللي في ايديها دي مكنسة بتشحن، انا شفتها هنا في مصر بس للاسف جيت اجيبها لقيتها حاجه ملهاش اي قيمه خالص، خفيفه، وحتى شغلتها لقيت الشفط بتاعها
ولا الهوا ما فيهوش اي حاجه، ما بيشفطش اي حاجه خالص. هنا واضح ان هي عندها بيبي فبتتظبط السرير بتاعه وسرير الاطفال كمان. حلوه فكره السراير المزدوجه دي، بس طبعا واضح ان هي عامله السراير مش زي اللي عندنا، ما اللي عندنا تقريبا بتبقى ورق. عاملاها حلو قوي، مش عارفه ما جربتش ان انا اعمل سرير مزدوج، اعتقد هيبقى الشقلبه عليه كتير جدا. رجعت بقى طلعت الغسيل، بتحطه بقى في المجفف، ما عندهم تقريبا بيبقى فيه غسالتين. حلوه هي بتستغل الوقت وهي بتنضف، ما بتستناش بقى تكركب الدنيا وتخلي الغسيل في الاخر، فاصبح ان هي ما لا التنظيف كده ولا هيبقى ليه اي قيمه، لان هتلاقي في الاخر كركبه كتير في الحمام او في اوضه الغسيل، هتبوظ لها كل اللي كان بتعمله. دي رجعت لاوضه النوم، طبعا هي مغيره كل حاجه وشايله الملايات كلها وشايله الكفر بتاع السراير. انا بقى كان نفسي الاقي المكنسه اللي هي الشحن دي او الاقيها بنفس الكفاءه، بس الحمد لله ما لقيتهاش. لا وحشه قوي قوي قوي، شفتها تقريبا كانت ماركت هوفر او حاجه زي كده، لا كانت سيئه جدا. هي دخلت هنا، هي تقريبا بتعمل تلميع الشبابيك كلها مره واحده او المرايات كلها والازاز كله اللي في الشقه. تبدا بقى تنظف التويليت تنظيف بقى عميق من جوه بالفرشه، تستخدم كمان معطر ماشي ومطهر كمان. في كمان عندنا اللي هو الهاربك اللي هو بيبقى البطه، ده بيتعمل بيه التويليت بحيث ان هو يوصل للاماكن اللي فوق اللي هي شايفينها، لو خدتوا بالكم هي غامقه عندها شويه، بيوصل ليه وبيتساب شويه، بينظف التويليت بيخليه حلو قوي، بيشيل كل الحاجات الصفرة دي والصدى والكلام ده كله، لان الميه عامه بيبقى فيها املاح، الاملاح دي او المعادن ديت اللي بتنزل. طبعا هو مش معادن، مش معادن اللي هي بتاعه التغذيه، لا خالص، ده معادن بتبقى نتيجه ان الميه بتمشي في المواسير، فبتبقى رواسب، الرواسب دي بتعمل اللون الاصفر او الصدى اللي بيبقى في التويليت. فده حله ان انت تغسلي التويليت كل يوم، تحطي له اللي هو زي ما قلت لكم المنظف اللي هو العميق مثلا زي هاربك او كلور اللي تقدري تستخدميه اعملي فيه. تمام، هي كملت كده ما شاء الله. دي اوضه المذاكره واللعب بتاع اولادها تقريبا، عامله هي اوضه المذاكره وعامله سبوره كمان او البلاك بورد بتاعه المذاكره. انا بس انا عايز اعرف في كل ده، انا عايز اعرف اولادها فين، او ممكن بقى تقريبا يكونوا في المدارس، هي بتستغل الوقت اللي هما فيه في المدارس وبتعمل التنظيف بتاعها. ده جميلة قوي بصراحة، عجبتني، وخصوصا يعني انا بشوف ناس من الاجانب كتير لا في عندهم نسبة الاهمال فظيعة قوي قوي، كركبة كتير، لكن دي بصراحة لا ممتازة قوي، دقيقة جدا في اللي بتعمله، وكمان عاملة مساحات البيت مش حاطة عفش كتير وزحمة كتير، فالدنيا تبقى مكركبة ومش لطيفة. تمام، هي تقريبا كده عندها حمام تاني فبتظبطه برضو. فعلا طبعا هناك ما بيبقاش فيه بقى المية اللي بتبقى في الارض والزحمة والحاجات اللي احنا بنعملها دي، الدنيا بتبقى ناشفة خالص. حلوة قوي اللي حطها على السيفون ده، لذيذ قوي، حاجة ديكور ولطيفة وشكلها حلو برضو، مستخدمة اللون الأبيض. ما شاء الله منظمة جدا، التنظيف بتاعها يعني تقريبا مش سايبة حاجة إلا ما بتعملها. المساحة دي حلوة قوي على فكرة وعملية. او بالمناسبه بقى دام في الموضوع كده، استغل الفرصه اقول لكم ان المساحه دي موجوده عندي في الجاليري، جميله بجد واستخدامها حلو وسهل وعمليه وبتعيش كمان، غير بقى ان انت توطي او بتمسحي بشرشوبه او بحاجات زي كده، لا ما بتبقاش لطيفه. عجبني قوي قوي التنظيم اللي فوق الغسالات او في اوضه
اوضه غسيل، عاجبني جدا. المنظمات دي حلوه يا جماعه، بتوفر قوي، وهحاول بجد ان انا اعمل الفكره دي، لان لا ممتازه. انا عندي المنظمات او الباسكتات اللي هي بتاعه التنظيم، هتبقى حلوه قوي ان انا لو اعمل رفوف الخشب دي تتعمل عند اي نجار. والحوامل اللي هي بتتحط عليها الرفوف ديت سهله جدا، بتتجاب من اي حته. يعني احنا عندنا تقريبا موجوده في المنشيه، موجوده في المنشيه كتير، بعد الملواني تقريبا، معرفش بقى في المحافظات التانية بتبقى فين. بعد الملواني او في الجزء اللي هو في الشارع السبع بنات، في محلات كتيره قوي بتبيع الحوامل دي، وبتبيع رفوف، وبتبيع كل حاجه جاهزه. فانا فعلا عجبتني وناوي اعملها ان شاء الله في الحمام عندي فوق الغساله. انا حاطه ركنه كده، بس هي حجمها مش كبير، بس انا عاجبني الرفوف اللي هي المفتوحه. فلا هحاول اعمل الفكره دي، وان شاء الله لما انفذها هوريها لكم، وهقول لكم كمان اتكلفت كام. انت تقدري تعمليها بدون ما تكلفكيش اي حاجه، يعني هي بتبقى لو هتعمليها عند نجار ما بتاخدش اللوح الخشب اللي هتعملي بيه حاجه، مش هتبقى غاليه قوي. والحوامل اللي بتحط عليه الالواح الخشبيه دي برضو مش غاليه. لا انا عارفه ان هي مش غاليه، انا جايبه منها تجهيزات كتير في المحل، فاسعارها مش مرتفعه ولا حاجه، بس هتدي شكل حلو قوي. واستغل شويه اخد شويه حاجات من المحل اسرقه من عندي واعمل الفكره دي. بصراحه اعجبت بيها، حلوه كده. انا عامله الرف او الرفوف دي في الحمام بتاعي، حاطة عليه منظم، حاطة فيه فوط بتاعت الحمام، وفوط اللي هي بتاعت الفوط الوش والكلام ده كله، بحيث ان لو حد محتاج وبياخد شاور او حاجة، مش محتاج ان هو ينادي على حد او كده. فديت بس هعملها في الحمام التاني، تمام. وربنا المستعان، ونشوف بقى كده. كده الفيديو بتاعنا خلص، وان شاء الله نلتقي في فيديو جديد وفي حلقة جديدة واقتراح جديد. والسلام عليكم.